ان شاء الله ملكة جمال العرب يوروب اللي هنختارها في اوروبا هتيجي برضو تحضر معنا التدويق في الختام. ان عندنا تصفيات في الامارات، تصفيات في السعودية، ودي تعتبر مفاجأة يعني، لان طبعا يمكن كنا ما عندناش وكلاء في الدول دي. في مجموعة كبيرة من مصممين الازياء في العالم العربي هيكونوا حاضرين، يعني في مفاجآت كتير. ملكة جمال العرب اوروبا السنة دي ان شاء الله هتتعامل في بلجيكا للجاليات العربية المقيمة هناك. أنا شايفة كمان إن المشاركات كبيرة في عروض أزياء كبيرة، هيكون في عندنا كمان مع ملكة جمال العرب مصر هيكون في عرض القفطان المغربي بيوم مميز لوحده. أنصحها إن هي لازم يكون عندها إلمام تام بالمعلومات العامة، أحوال البلدان العربية اللي حوالينا، اهتمامات الفتاة العربية في السن ده، يكون دايما يعني بتشوف كل اللي حواليها واللي بيدور حواليها، وبتحاول يكون عندها رسالة خاصة بيها. الشروط ما بتختلفش، تكون عربية الجنسية من 18 ل 28 سنة، عندها رغبة في العمل الاجتماعي التنموي، وتكون حسنة المظهر وحسنة السلوك وحسنة السمعة، عندها إلمام تام بالمعلومات العامة، وكمان تكون جامعية، وده شرط أساسي، لازم يكون التعليم جامعي، ولا مانع أن تكون محجبة. قوافل الخير اللي انا عملتها خلت كمان الحمد لله ان الواحد مش بس بيسافر عشان يعمل مؤتمر، ولكن بيسافر من اجل الخير، من اجل انه يعمل قوافل خير عربيه، من اجل ان هو يكون في علاقات عربيه وتبادل ثقافي بين الدول العربيه. واللي يميز مهرجان السياحه العربيه واختيار ملكه جمال العرب ان احنا لينا محطات في العالم العربي وعندنا وكلاء، فده بيؤدي إلى أننا بنبقى فيه دايما تواصل مع العالم العربي في مشاريع تبادلية خلال السنة. يعني مثلا لو اتكلمنا احنا عندنا يوم 12 عندنا عرض للقفطان المغربي زي ما قلت، ما هو ده تبادل ثقافي وتبادل للتراث، وهكذا يعني بيكون فيه دايما أيادي بيضاء لمهرجان السياحة العربية واختيار ملكة جمال العرب. ملكة جمال العرب ليها باع طويل في الأعمال الخيرية، يعني احنا عملنا أعمال خيرية على مستوى دولي، يعني حملات للأعمال الخيرية للأطفال لكبار السن، للأطفال اللي بيعانوا من مشاكل الحروب. احنا قعدنا 12 سنة تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، وغيرنا بعد كده إلى وزارة الشباب والرياضة. قمنا طبعا ملكة جمال العرب مصر 2019، وأخذت كمان فتاة العرب المثالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، فهي فتاة مميزة جدا. عشان كده احنا السنة دي هيكون عندنا الموضوع أصعب، علشان نختار يعني ما كنتش يعني مش هنقول أحسن من يومنا، لكن يكون على نفس المستوى. حصلت على سفيرة في Human Rights في United Nations، ودي طبعا منظمة كبيرة للسلام الحمد لله، ومنظمة معتمدة في UN. اتكرمت بالرؤساء، اتكرمت انا في لبنان قابلني السيد امين لحود والسنيوره ورشيد الصلح، قابلني في الدول العربيه كتير من الوزراء والشخصيات العامه والشيوخ، الشيخ هند بن سلمان. الرساله بتتبعت من مصر للعالم العربي كله انه لولا هذا السلام وهذا الامان ما كان يبقى فيه مهرجانات، ولا كنا نقدر نقوم بمهرجانات عربيه ونستضيف 22 دوله عربيه على ارض مصر. ده اكبر تعبير، اكبر رساله ان مصر بخير، مصر بامان، مصر بسلام، وتحيا مصر ويحيا الوطن العربي.